التحية للأقرب منا جميعا شهداء الثورة السودانية على امتدادها، والتحية لكل إذا كان في أي محتل شريف وطني لا زال مفقود بالنسبة لأسرته أو لأصدقاء أو لهنا، الحرية له. والتحية لكم وعبركم لكل أصحاب المتاريس، الناس المتواجدة في ساحة القيادة العامة ومواصلة في مطالبها ومطالب الثورة حتى تحقيقا. طيب قبل ما أخش موضوعي تحديدا، بس عندي نداء صغير كده، مداخلة صغيرة كده، اللي هي ما تختص بما يختص ب نغابة الصحفيين السودانيين الشرعية، ودي أخواننا نغابة انتخبت في العام 89، أي قبل الانقلاب بشهرين أو ثلاثة شهور تقريبا. وفي من المكتب اللي تم انتخابه من عضوية نغابة الصحفيين فيه الناس على قيد الحياة، فيه الناس رحمهم الله بما فيهم رئيس حتى النغابة، ولكن في أسماء نحن نعرفها كويس في 89 في الفترة دي، اللي هو زي في الأستاذ محمد عثمان بشوك، في الأستاذ شادي حامد، في الأستاذ الشمبلي راجي، في مجموعة من الناس الحيين يعني، وديل يجب عليهم إنه استلام النغابة. ليه يا أخواننا؟ أنا بقول الكلام ده لأنه النغابة يجب أن تسترد، النغابة يجب أن تسترد، يعني لا خلاف إنه الصحافة معروفة يا أخواننا عالميا إذا البلد ديمقراطي هي السلطة الرابعة. ليه؟ لأنه عندها أهمية كبيرة جدا، والأهمية أنها هي بتشكل الرأي العام بتاع المجتمع. ونحن حتى في أشد الحوجة ليه هذا الرأي ولهذا التشكيل الوطني الكامل، لأنها باعتبار أنها هي ركن أساسي من أركان هذه الثورة. وبالتالي يعني انتزاع النغابة من ناس الرزيقي والناس الأرزقية ديل يبقى يكون واجب وطني، واجب من واجبات الثورة، لأنه أتاحت الفرصة إلى الآن يعني عبر ديال النظام والناس المنتفعة والناس الماجورين أمثال الهندي وما أعرف مصطفى وما أعرف المجموعة اللي هاتي قاعدة تكتب وبشكل في ثورة مضادة أو بتهيئ في ثورة مضادة، والناس ما تستهون، الناس دي ينجحوا، قد ينجحوا في تشكيل رأي مضاد للإجماع الوطني وللثورة ولأركان، وبالتالي انتداء النغابة يبقى هو ركن أساسي من أركان هذه الثورة، وبالتالي يجب انتزاع الحقوق يا أخوان، يجب انتزاع الحقوق. أنا شايف في تحرك كبير على مستوى مثلا نغابة المهندسين حاولوا يسردوا حقوقهم. نحن عندنا نغابة صدرت أموالها وصدرت الأرض اللي كان المفروض تتبني عليها نغابة الصحفيين السودانيين. بمجرد ما جاء النظام ده أول حاجة عملها قام حجز الأموال وصادرها بتاعت النغابة اللي هي كانت معنية ببناء قلعة الأرض، كذلك صادر الأرض، وكذلك شرد الصحفيين بالاحتقالات، ومعظمهم كان في الخارج عانى معانا، والى الان يجب انه نسترد هذه النغابه. صحيح في مجموعه كبيره جدا من الصحفيين السودانيين الشباب اللي ما حضروا الزمن ذاك وما هنا، لكن يجب ان يعرفوا انه هي نغابه الصحفيين هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الصحفيين السودانيين في الداخل وفي الخارج، وانتزاع هذه النغابه يبقى هو ركن اساسي من اركان هذه الثوره، لانه نحن محتاجين نشكل الراي العام بما تقتضي الصحافه، لانه الاعلامي او الصحفي باختصار شديد هو الانسان اللي يجب انه يكون متقدم في وعيه وفي افكاره على المجتمع، وبالتالي بيساعد المجتمع في تسهيل يعني تشكيل الراي السليم بما يخدم الوطن وشعبه، وبالتالي الضروره مهمه جدا، وبالتالي لابد من تشكيل هذا هنا. نغابه الصحفيين ما محتاجه انها هي تتبع بوعيها، ما محتاجه انها هي تتبع ما يقوم به المجموعه العسكريه الموجوده هسه بانه هم مجهزين يتفاوضوا مع اي دول كده، لا، انما هو ده حق شرعي يجب على الصحفيين السودانيين في الداخل وفي الخارج انه يكون يد واحده وينتزعوا هذه الحقوق. نغابه الصحفيين السودانيين الشرعيه هي الممثل لكل الصحفيين، رضينا او ابينا هي اللي هي اللي حتقودنا، وهي اخر جسم نغابي منتخب رسميا في 89. هذه الفترة فترة استثنائية يجب أن نتجاوزها باستعادة الحقوق ممثلة على رأس نغابة الصحفيين السودانيين اللي هسه ماسكينها ناس الرزيقي الأرزقي ومجموعته مجموعة العصابة، ودي الحاجة الأولى. يلا دارين نتكلم الليلة عن يعني أول شيء أنا داير أفهم الناس إنه يعني في كلام أنا كثير قلته، يعني أنا بتذكر في 2013 لما تكلمت عن الجيش لأول مرة الناس كلها كانت زعلانة في إنه يا أخي لا يمكن ان تتكلم عن الجيش بانه الجيش
ما جزء من الشعب، ما 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 مع طلعات الشعب، ما مستجيب مع الشعب على مستوى القياده. كنا نتحدث على مستوى القياده، والان كل خطوه وكل يوم بثبت الكلام اللي قلته انا في 2017. كذلك والى الان انا يعني اتكلمت عن الميليشيات وما ارتكبته من جرائم، والى الان انا متمسك رغم انه المهادنه او حاله التغبيش والتضليل اللي حصلت على الراي العام، وده ما اتكلمت عنه هسه، عشان كده كانت المداخله بتاعت جسم النغابه الصحفيين السودانيين الشرقيه هي جزء اساسي. ليه؟ لانه في تشكيل راي مضاد للثوره بدا ياخذ يعني تداخلاته وبدا يخلق تاثيرات ولو بمستوى طفيف والهنايه، لكن لا نتسهون، كل شيء بيبدا من خطوه. قال يعني مشوار الميل قال بيبدا بخطوه، وبالتالي الناس لابد تكون يعني واعي جدا للخطوات دي. ده يعني طيب الميليشيات عمرها يا اخواننا ما حتكون هي اصلا يعني متصالحه مع القانون نهائي. ليه؟ لانه القانون لا يحفي، والجرائم اللي بيرتكبوها الميليشيات اصلا لا يمكن ان تضغط بالتغاضي، وبالتالي لا يمكن انه يكونوا جزء من يوم من الايام هم متصالحين مع القانون. ليه؟ لانه اذا تصالحوا مع القانون انتهت نهايتهم او الحدوده بتاعتهم. وبالتالي ده يعني كلام انا قلته كثير جدا، الناس بيقولوا لا لا ما تهبش لنا حميتي وما تهبش لنا كده وكده كده. الايام هسه حتدلل كثير جدا. من الحاجات اللي اتكلمت عنها انه مساله التفاوض اصلا مساله غلط، انا من البدايه اتكلمت عن التفاوض اصلا مساله غلط، وحددت يعني موقفي وحددت حاجات دي ليه؟ انها هي غلط اصلا من الاول. انت في ثوره، انت ثورتك منتصره، وبالتالي انت بس يعني شروطك ومطالبك واهدافك بتاعت الثوره يجب ان تنفذ. ده 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 الشكل الاساسي، يعني ما بتكون في حاله بتاع التفاوض اصلا، ما في حاله بتاع التفاوض. انت عندك ثوره منتصره وبالتالي قدرت تاثر في المحيط بتاع المنظومه بتاع النظام اللي قلنا سلطوي داعشي اخواني فاشي ونادي، لما الصفات الغريبه والعجيبه دي كلها وعملها كومباين واحد وقدمها لنا في شكل النموذج اللي هو لمده 30 سنه اللي هسه احنا بنصارع فيه. يبقى دي الدولة العميقة، تفكيكها ما من السهولة. وبالتالي يعني الحاجة الأولى الناس تفهمها. طيب يعني أنا أبدأ بالنقطة الأولى اللي هي النقطة إنه يعني ليه أنا من البداية كنت معترض على مسألة التفاوض، وحتى لما يكون في تفاوض قلت هي أصلا ما المفروض يكون في تفاوض مباشر، وإنما قلت تكون المفروض تكون في لجنة استشارية فنية. اللجنة الاستشارية الفنية دي معنية بتوصيل مطالب الثورة حسب الأولوية بتاعتها لما يسمى بالمجلس العسكري. دي قلت يعني دي اصلا اللجنه يعني اصلا تجمع المهنيين ولا ومثل الحريه والتغيير هم معنيين بالجلوس مع النظام اصلا من الاول. والا نحن هنخش الحلقه المفرغه الليله، نحن هسه وصلنا حتتها اللي هو في مساله اللجنه الفنيه الاستشاريه، هي لجنه مختصه، لجنه بتاعت خبراء عارفين بيعملوا في شنو، وانها بتتضمن اللجنه دي من شروط انها تتضمن اقتصاديين وقانونيين وسياسيين. اللجنه دي لجنه فنيه استشاريه، هي فقط بتطرح مطالب الثورة، هي ما مش تفاوض بالمعنى التفاوض الكامل، لكن يكون لها نقاط التغاء مع ما يسمى بالمجلس العسكري، هي نقاط لتوصيل مطالب وأولوية هذه المطالب بالنسبة للثورة. يعني مثلا الاحتغالات مثلا كان جزء من الأولوية، بتحديدا احتغالات الرموز واحتغال العناصر اللي قامت بالجرائم بتاعت الخمسة شهور. دي كانت جزء من المطالب أولوية، يعني ده تأمين الثورة، ده تأمين الوطن، لأنه أمن الثورة هو أمن الوطن، وبالتالي دي كانت الخطوة الأولى اللي مثلا كان هنا. لكن ما تم الكلام، هو تم بالشكل بتاع التحاور والتفاوض المباشر، وكأنه يعني في اثنين في حاجة